توقع الخبراء والمحللون ودعم مبكر للزمالك من نسخة الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019 بعدما حصد الفريق نقطتين يتيمتين خلال الدور الأول لمرحلة المجموعات بالمسابقة. في الوقت نفسه تمسك لاعبو الزمالك بالأمل وتشبثوا بما تبقى للفريق من حظوظ للمنافسة على اللقب واجتياز بطاقة الترشح لربع النهائي القاري، فأعاد هدف يوسف أوباما مع الثانية الأخيرة من عمر مباراة الفريق أمام بيترو أتلتيكو ببرج العرب قدما واحدا للفارس الأبيض من جديد في الكونفدرالية، قبل أن يستعيد نجوم البلانكو الثقة بفوز ثمين للغاية على حساب الفريق الأنجولي بعقر داره برأسية المغربي حميد أحداد. وبعدها عزف نجوم الزمالك سيمفونية كروية خالدة برباعية نظيفة في شباك جورماهي الكيني في لقاء رد الاعتبار ببرج العرب، وفتحوا أبواب كلية الفن والهندسة من جديد قبل أن ينتزع الفريق نقطة التعادل والصعود من قلب الجزائر في مواجهة نصر حسين داي، ليضرب نجوم ميت عقبة بتوقعات الخبراء عرض الحائط تحت شعار لا يأس مع الزمالك ولا زمالك مع اليأس. واستمر نجوم الفارس الأبيض بروح الأبطال وعزيمة الرجال في الإطاحة بأندية الشمال الإفريقي الواحد تلو الآخر خلال الأدوار الإقصائية بإزاحة كل من حسنية أغادير من ربع النهائي، ثم النجم الساحل التونسي العنيد من الدور نصف النهائي، وأخيرا حصد اللقب عن جدارة واستحقاق في مواجهة نهضة بركان المغربي، ليبقى تتويج الزمالك بالكونفدرالية خالدا في التاريخ الكروي، ضاربا نموذجا صارخا في التحدي، حاذفا من قاموس الساحرة المستديرة مفهوم اليأس. لقب ثمين ظفر به فرسان ميت عقبة ولد من رحم المعاناة.